بداية تحياتي للجميع. في هذا الفيديو راح نشوف طريقة عمل هذا الكرسي، أو ممكن يكون طاولة صغيرة أو طاولة جانبية، ولكن أنا عملتهم ككراسي لطاولة شريتها من أحد زملائي النجارين العمانيين، واستخدم فيها خشب محلي، وحاولت أني أحاكي نفس المواد بحيث أن الكرسي المقعد بالنفس استخدمت نفس نوع الخشب. وهذا الكرسي معمول بدون استخدام أي مسامير، كان استخدام وصلات وغراء فقط. ومقاسات العمل بتكون في الوصف أسفل الفيديو إن شاء الله. الكرسي مكون من 3 أجزاء، المسند الخلفي والمسند السفلي، واستخدمت فيهم خشب المهوجني، والقطعة الدائرية اللي يجلس عليها واستخدمت فيها خشب محلي. بداية قطعت المسند الخلفي إلى المقاسات المطلوبة، ومن ثم قطعت المسند السفلي إلى المقاسات المطلوبة، وبعد ذلك أخذتهم إلى جهاز الثيكنسر وعملتهم على سماكة متساوية، ومن ثم جهاز الجوينتر، وسوينا وجه واحد، وسوينا الوجه الآخر على جهاز التيبل سو. طبعا العرض للقطع الخشبية للمسند الخلفي ما كانت بالقياس المطلوب، فأخذت قطعة خشب من نفس النوع ونفس السماكة وقطعتها إلى 3 قطع متساوية، ومن ثم ألصقت هذه القطع بحيث اني اصل الى العرض المطلوب، وباستخدام الكلامس والجلو ثبتهم مع بعض. وفي هذه الخطوة نجي الى التقطيع الدائري للقطع الخشبية، واستخدمت هذه الاداة البسيطة بحيث انك تاخذ القطعة البلاستيكية من الراوتر وتحدد اماكن البراغي على قطعة خشب، وبعدها تثبت القطعة الخشب وتخلي الريشة، وتأخذ المسافة من بداية الريشة إلى نقاط اللي تريدها أنت بالضبط. وهنا أخذت الأداة هذه، وأهم شيء في هذا الأداة أنك تستخدم اللي هم الواشرات عشان تسهل عملية الدوران. والنقطة الثانية أيضا في استخدام هذه الطريقة اللي هو عملية النزول، لازم تكون النزول تدريجية وبكميات بسيطة بحيث ان ما تعمل ضغط على الراوتر وعلى الريشة، وايضا يفضل انك تسحب نشارة الخشب، لان تجمع نشارة الخشب ممكن يعمل لك مثل الحروق في الخشب. ومن ثم على جهاز التيبل سو سويت الاطراف، وفي هذه الخطوة بنشوف طريقة عمل حفر في الخشب من أجل تثبيت القطع الخشبية مع بعضها. أوجدنا خط المنتصف وحددنا مكان الحفر بالقلم البنسل، وبنستخدم هذه الأداة اللي عملتها من فترة، وطبعا هذه الأداة أخذتها من أحد المقاطع في اليوتيوب، وفي مقاطع كثيرة تشرح طريقة عمل هذه الأداة. والجميل في هذه الأداة إن ممكن تعمل حفر دقيق لأي سماكة من الخشب. وفكرة الأداة جدا سهلة وبسيطة، في مسطرة ثابتة على اليمين ومسطرة متحركة على اليسار، تخلي قطعة الخشب بالسماكة اللي تريدها، وبعدها تحرك المسطرة. ولكن لاحظت إذا حركت المسطرة وثبتها على نفس السماكة بالضبط يكون العمل شوية، أو الفتحة تكون ضيقة وبصعوبة تدخل الخشبة في بعض. ولكن طبعا ممكن تعمل الحفر بجهاز الراوتر وبدون استخدام الأداة، طبعا بعد تحديد المكان بالضبط ممكن تعمل اللي هو الفري هاند راوتينج، إنه بشكل يدوي حر أو باستخدام المسطرة اللي موجودة في الراوتر. عموما هذه النتيجة بعد الانتهاء من عملية الحفر مثل ما تلاحظوا،
إن الحفر دقيق جدا، والخشبة تثبت أصلا أوريدي حتى بدون استخدام الغرة، ولكن بنستخدم الغرة لزيادة التثبيت. واستخدمنا نفس الطريقة في عمل حفر في القطعة الدائرية، وإذا لاحظت استخدمت طريقة اللي هو التيب مع لزق الهوت جلو، وهذا تعتبر أيضا طريقة بديلة للكلامبس، وطريقة ممكن تعتمد عليها بحيث أنه يكون الثبات جدا قوي. ومن ثم على جهاز الليزر طبعنا شعار واسم المحل، واستخدمت هذه الطريقة من أجل الطباعة بشكل عمودي، كون أن ارتفاع الخشبة أعلى من ارتفاع عمل الليزر، وكانت الطريقة جيدة. وطبعنا التوقيع والشعار، وهنا تبدأ عملية اللصق، ولازم تتأكد أنك تخلي كمية مناسبة من الغراء. واجهت شوية صعوبة نوعا ما في عملية تثبيت القطعتين في بعض، كون أن المساحة شوية بعيدة للكلامب الثاني، ولكن كان عندي اف كلامب في مساحة عريضة وقدرت أني أثبته. ونفس الشيء هنا تثبيت القطع الدائرية، استخدمت اللي هي الملازم المتوازية هذه، وكانت النتيجة أيضا جيدة. من أجل حماية القطع الخشبية من الأسفل، خاصة أنه بيكون في ماء، استخدمت هذا الربر. وهنا تجي اللي هي أنا أعتبرها أحلى مرحلة، اللي هي مرحلة الفينيشنج. في الفينيشنج قررت أني أستخدم زيت التيك أويل، وهذه النتيجة النهائية للكراسي مع الطاولة في المحل. وأتمنى أن الفكرة نالت على إعجابكم، وتحياتي للجميع.